بسم الله، من الأوامر الكويسة في الأوتوكاد أمر ألاين إن أنا أعمل محاذاة لشكل على شكل تاني. يعني ده الشكل الأصلي بتاعي الثابت، وده الشكل اللي أنا عايز أعمل له محاذاة على المستطيل دوت. فأجي من أوامر موديفاي هلاقي أمر اسمه ألاين، أعلم على الشكل اللي أنا عايز يتغير، اللي عايز يتحرك، تمام، وأبدأ أحدد أنهي نقطة اللي عايز تروح لها النقطة. يعني أنا عايز النقطة دي تروح للنقطة دي، تمام، وبعد كده النقطة دي تبقى في المسار بتاعت النقطة دي، تمام، واروح دايس انتر او مسطرة. بيقول عايز تغير السكيل، هقول له لا، تمام. فنقل اول نقطة لاول نقطة هنا، وتاني نقطة خلاها في المسار، ممكن ما توصلش لنفس المكان، تمام. يعني لو طالعين قد بعض هتوصل هنا، لو مش قد بعض هتيجي في قلب المسار، ممكن لو اكبر هتخرج بره، لو اصغر بتبقى في المكان دوت، تمام. طيب خلينا ندوس تراجع واقول له الاين تاني، وراح مختار الشكل واختار اول نقطة هنا مع اول نقطة هنا، وتاني نقطة هنا مع تاني نقطة هنا، وادوس انتر. والمرة دي هختار يس، اقول له اعمل سكيل للعنصر بحيث ان هو يبقى زي العنصر الاخر. يس، عمل ايه؟ عمل موف، وبعد كده عمل الاين، وبعد كده عمل سكيل. كل الاوامر ديت راح مظبط الشكل زي ما انتم شايفين، خلى الضلع دوت يبقى تعمله سكيل بحيث يبقى قد الضلع اللي في المستطيل هنا.